بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، نلتقيكم اليوم إن شاء الله ضمن فعاليات المصاحبين لمهرجان المصاحب الدنيا العربي التسامح والسلام في هذه الجلسة الحوارية بعنوان الشارع مرآة الحياة وحكاية الإنسان وحكايات الإنسان. قد يتبادر إلى الأذهان أن الشارع بمفهومه الاعتيادي طريق ومساحة تحدد للأشخاص مسلك العبور، ولكن عند الغوص في عمق الفكرة نجده أكثر من ذلك. ولذلك لدي ضيفين عزيزين، الضيف الدكتور بشار عليوي من جمهورية العراق، والأستاذ رنا فاروق من جمهورية مصر العربية، هم سيحدثوننا أكثر. سأبدأ بالحديث. الأستاذة رنا عبد القوي من مصر. سنبدأ بالحديث مع الدكتور بشار عليوي. الدكتور بشار عليوي ناقد ومخرج مسرحي مختص بمسرح الشارع، حاصل على ماجستير في مسرح الشارع ودكتوراه في المسرح عام 2018. أخرج للمسرح أكثر من 12 عملا مسرحيا داخل الفضاءات التقليدية وثمانية عروض مسرح شارع. شارك في العديد من المهرجانات المسرحية المحلية العراقية والعربية ناقدا وممثلا ومخرجا وباحثا مسرحيا وعضوا في لجان التحكيم والمشاهدة والنقد. حاصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل مخرج في مهرجان منتدى المسرح بغداد 2001. أيضا هو مؤسس ورئيس نادي المسرح في بابل العراق. له مؤلفات عديدة نذكر منها مسرح الشارع، حفريات المفهوم والوظيفة والنتاج، ومسرح الأقليات، دراساته في المسرح المعاصر، وله كتاب تحت الطبع أنطولوجيا مسرح الشارع في العالم العربي تجارب وشهادة. السيرة الذاتية عامرة وذاكرة ما شاء الله للدكتور. لن أطيل عليكم، سأترك الميكروفون للدكتور يحدثكم أكثر وأكثر عن الشارع مرآة الحياة وحكايات الإنسان. تفضل دكتور. شكرا جزيلا سيد مقدم مدير الجلسة. أولا أنا سعيد جدا أن أكون في بلد الثاني سلطنة عمان العزيزة، وبين أهلها اللي حقيقة خجلونا بكرمهم وحفاوتهم البالغة اليوم وصولنا إلى يعني مقر مسقط. إلى الآن ساعاتي أكبر اليوم ربما يعني أن نختم ورشة مسرح الشارع مع مجموعة طيبة من الحاضرين من المسرحيين الشباب العمانيين اللي ومجموعة أيضا من الشابات الشبار والشباب يعني. كان الورشة مقدمة الاثنين، فساعات اليوم إنه ختام هذه الورشة وتقديم عرض مسرح شارح قصير جدا كان قبل ساعة من الآن. وأيضا اليوم أمس وهي صدفة جميلة أن يكون يوم عيد ميلادي، فهي ما شاء الله يعني كلها اجتمعت من الأفراح. إن شاء الله دائما يعني على بلد العراق وعلى بلاد العربية وعلى السلطنة العزيزة. حقيقة الحديث يعني عن مسرح الشارع ربما هناك يعني أولا خلط كبير ما بين أنه لدى العديد من المسرحيين العرب من خلال مشاهداتنا من خلال دراساتنا من خلال ما قمنا به يعني في هذا الجانب، أنه ينظرون أنه أي عرض مسرحي يقدم في الفضاء المغلق أو في المسارح المغلقة هو ربما يصلح أن يقدم في الشوارع وفي الساحات العامة وفي الحدائق وفي الباركات، وهذا مفهوم خاطئ. بل وما هو مسرح الشارع؟ دائما ما نجابه بهذا السؤال، ودائما ما يسأل المهتم ومن يريد أن يقدم هذه النوعية من العروض التي هي أن تذهب بالمسرح إلى الناس. يعني ودائما السؤال عندما يقولون لنا ما هو مسرح الشارع، عرفه ببساطة نقول أن تذهب بالمسرح إلى الناس، لأنه هو المسرح أصلا بدأ ونشأ وما زلنا نعمل. يعني هذا كل المهرجانات وكل الفعاليات وكل النشاطات التي تقام في جميع البلدان هي هدفها الإنسان. فبالتالي المسرح الشارع
يجيبك يعني يعطيك الجواب والإجابة البسيطة وأنه تذهب بالمسرح إليهم، على عكس المألوف عندما نذهب إلى المسارح المغلقة وضمن ضوابط معينة، الجلوس، الدخول، التوقيت، الإظلام، جميعها اللي نحن نضعها يعني تحت في توصيف نقدي نسميه التقاليد المسرحية والأعراف المسرحية. هذا غير موجود في عروض مسرح الشعب، لأنه أنت عندما تذهب بالفعالية المسرحية في أماكن تواجد الناس الحال مختلف، وسأتي إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل الموجز التوضيحي. أول قبل هذا وذاك، ما هو مسرح الشعب؟ وجدت الكثير من العروض من التعريفات لهذا النوع من المسرح اللي هو أصلاً مطروح. إني يعني تذكر حضراتكم والعديد منهم أساتذة وقامات في المسرح، نعلم أن المسرح بدأ في الشارع عند على يد فيسبس عام 435، وطبعاً تاريخ مختلف عليه قبل الميلاد في هذه العرب الجوالة، وبالتالي وقدم أول عرض مسرحي متكامل العناصر بمفهوم النقد الحديث المتعارف عليه عفوا هو في الشارع في الساحة، وكان يتنقل، وبالتالي حتى أصبحت عربة فيسبس هي رمز لجميع من الكثير من الفنانين الجوالين، وهو نوع أيضا من المسرح الجوال. فهو مسرح الشارع هو أشبه ما يكون بالنوستولوجيا، يعني هو عودة للأصول، أن تقدم العرض في الساحة في الشارع في البارك في المول في الحدائق العامة حيث يتواجد الناس، في ساحات المدارس، في ساحات الجامعات، في أي مكان، في ساحات الكليات. إذن هو نوع من العودة إلى المسرح إلى طبيعته الغضبة التي بدأ بها، وهي أيضا ربما تصلح الحالة للكثير من حالات يعني بلدان العربية، وسأقول وسأجيب عن هذا. مسرح الشارع كما عرفت أنا ربما هي في رسالة الماجستير التي يعني خففت منها الإطار البحثي وتحولت إلى كتاب، ويعني هذا هو كان كتاب مسرح الشارع حفريات المفهوم. طبعا هذا ليس نوع من الدعاية، وإنما نوع من التوضيح أكثر. تحولت الرسالة إلى كتاب بعنوان حفريات مسرح الشارع حفريات المفهوم والوظيفة والنتاج، وقد طبع الكتاب في عمان عام 2016، بس يعني أنجزت عام 2013. بالتالي وجدنا أنه في عموم الأكاديميات العربية والجامعات المسرحية التي تختص بدراسة الفنون المسرحية لا وجود لمسرح الشارع ضمن المقررات الدراسية، لا وجود لاهتمام من قبل الأساتذة في هذا الجانب، لا يدرس كما يدرس باقي المسارح في عموم الأكاديميات العربية، وهذا كلام أقول على مسؤوليتي في عموم، أنا عندي اطلاع كامل، بل لدي تواصل مع من يشتغل في مسرح شارع في عموم البلاد العربية وحتى في عموم الجامعات العربية، وجوبهنا برفض كبير عندما قلنا ندرس مسرح شارع، لأن هناك نبرة أضحى بين قوسين نبرة دونية من قبل القائمين على تدريس المواد الدراسية في الفنون المسرحية لهذا النوع من الشارع. لماذا؟ عفوا لهذا النوع من المسرح، لأن يعني هو يعتبر من ينظر إليه مسرح هواد، وهو بالحقيقة مسرح هواد، مسرح لا يحقق الشهرة لمن يشتغل فيه، لأنه مسرح بسيط، مسرح قريب من الناس. تعريف مسرح الشارع كما أجده يعني شخصيا، ربما يأتون باحثين أخر في مقابل الأيام، أيضا لدينا أنا تواصلت مع باحثين من المغرب العربي، لدينا روح الدكتوراه في مسرح الشارع في المغرب، ولدينا رسالة ماجستير الآن، وعندنا في العراق رسالتين ماجستير عن مسرح الشارع، عن الإخراج وعن المغرب. مسرح الشارع ببساطة هو كل عرض مسرحي يقدم في الشوارع يعني الموجودة، في الساحات، في الحدائق، في الباركات، في المولات، يعني يستلهم قضية فكرية آنية، يعني قضية تلامس هموم الناس، وهذا يعني جزئية مهمة جدا، أن يكون الموضوع المطروح يلامس هموم الناس، يلامس ما يريده الناس عموما. يقدم هذا العرض الذي يطرح قضية آنية تهم الناس في هذه الأماكن من قبل من؟ من قبل جمهور أنا أسميته جمهور متجمع عشوائيا، وهذه العشوائية لا أقصد بها أنه هي نوع من النظرة السلبية، بقدر ما أنه التجمع الحاصل للناس لا يوجد به ضبط، على عكس ما بديت به كلامي أنه في المسارح المغلقة هناك ضبط، هناك تقاليد، هناك الجلوس، لكن هناك في عروض مسرح الشارع يكون الجمهور متجمع عشوائيا، أي مكان وقوفه، مكان التلقي يكون
عشوائيا يعني، وبالتالي هو غير معني العرض بعملية تنظيم وقوف الجمهور بقدر ما معني بتحديد هذا المكان، ويقدم الجمهور متجمع عشوائيا في مكان محدد يفترض حضور عنصر التفاعلية، وهنا عكس ما نسمع منه أن هناك مسرح التفاعلي، هذا قضية أخرى يعني. الآن المسرح اللي يعتمد التقنيات التي تسمى تكنولوجيا رقمية هو بعيد، التفاعلية وتفاعل الناس، وهذا يعتمد على عنصرين، الأول إشراك الجمهور واشتراك الجمهور، إشراك من قبل الممثل أن يشرك الجمهور في داخل العرض في القضية، قضية مهمة جدا يعني. جدي لا يعني لا يمكن أن نطلق تسمية مسرح شارع على عرض لا يوجد فيه إشراك الجمهور، إشراك الجمهور واشتراك الجمهور نفسه. ربما تجد هناك بعض أعضاء يعني الموجودين من الأفراد يدخلون معك إلى حلبة التنفيذ فهم يشتركون من عندياتهم، أما أن تكون في ربما تقوم بإشراكهم، وهذه هي صفة التفاعلية داخل يعني عروض مسرح الشارع. هذا التعريف يعني ببساطة لعروض هذه يعني هذه النوعية من المسارح. طبعا هناك مشاكل تواجه القائمين على هذا يعني الفن أو هذا المسرح، ربما هي مشاكل إنتاجية، ربما مشاكل تقنية. في مسرح الشارع لا وجود لتقنيات، لا وجود في يعني التقنيات المتعارف عليها، لأنه مسرح عندما تستخدم إضاءة حقيقية يعني كما هي موجودة في المسارح المغربية، أو تستخدم موسيقى اللايف الموجودة، أو تستخدم مؤثرات، تكسر عندك يعني عنصر القرب المكاني والروحي، هاي الكيمياء التي تعملها أنت بينك كممثل مسرح شارع وكعرض وبين الجمهور. أي استخدام لهذه الأمور التقنيات اللي هي موجودة في المسارح المغلقة عموما تفقد عرض مسرح الشارع عبريته، تفقد عرض مسرح الشارع الشعبية التي يتسم بها، لأنه هي عروض تسمى هكذا عروض فنون الفرجة وعروض فنون الشارع، وحضراتكم يعني أكيد شاهدت الكثير منها، لكن بحاجة لا لنمت بعض الشتاء لكي نقول لكي نسميها عروض مسرح شارع. جانب آخر كتابة النص، شخصياً أنا دائماً أدعو لأنه لا يتم استخدام اللغة العربية الفصحى في العروض التي هي لجمهورنا العربي في عموم البلدان العربية، وأقول أيضاً عن مسؤوليتي وإليكم الأسباب. عندما تتحدث في مسرح الشارع، طبعاً هذا كلام تعليمي ليس له علاقة بالعروض التي تقدم وليس له علاقة بمهمتي كرئيس لجنة تحكيم لعروض مسرح الشارع، اليوم أتكلم من باب كناقد بعيداً عن مهمتي الأخرى. لا يفترض ولا يجوز بتاتا استخدام اللغة العربية الفصحى في عروض مسرح الشارع، لأنك عندما تتحدث اللغة العربية الفصحى مع اللي موجود بالشارع، مع الفلاح، مع السائق، مع أي واحد موجود، راح يحس سيجد أن هناك مسافة وجدانية أو حسية بينك وبين الجمهور، بالتالي في هذه الحالة لن يتم تحقق عنصر إشراك الجمهور وهو العنصر الضروري في عروض مسرح الشارع. فبالتالي عليك أن تستخدم لغتك لهجتك الشعبية، وأيضا هناك ربما من يقول ربما في عمان مثلا لهجة مسقط تختلف عن صلالة، لهجة ولاية إسماعيل اسمها ما أعرف يعني ربما هناك اختلاف تختلف، فبالتالي أيضا عليك أن تضع في عين الاعتبار مثلا في مصر لهجة السوايسة تختلف عن الصعيد، ولهجة الصعيد تختلف عن القاهرة، عندنا في العراق لهجة أهالي بابل تختلف عن البصرة، ولهجة أهل الموصل يختلف عن أربيل، فبالتالي العرض الذي يقدم في مسقط عليك أن تضع في عين الاعتبار اللهجة الشعبية الموجودة هنا، أو إن لم تتقنها فتطعم الحوار ببعض المفردات كي تكون قريبا من الجمهور وكي يتحقق عنصر المشاركة أو الاشتراك والتفاعلية بصفتها العام. هذا جانب جدا مهم، وهو أنه لا يجوز تقديم عروض مسرح الشارع باللغة العربية الفصحى. ربما سائل آخر يقول نحن نذهب بعرض المسرحي من مصر إلى العراق، أو بالعكس من العراق إلى مصر. أيضا هناك معالجات كثيرة ربما تدخل اللهجة المصرية في هذا العرض، كما فعلنا ربما السنة الماضية في شارع المعز، كان يعني في الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري قدمنا عرض مسرح شارع موازي للعروض المقدمة، لكن استخدمنا اللهجة المصرية، بالتالي كان العرض قريب للجمهور وحقق فاعليته.
وايضا في باقي المناطق. يعني هذه هي جزئيه مهمه وجزء مهم، انه اللهجه واللغه والحوار يكون بسيط. احترم جمهورك، دائما ابتعد عن الامور اللي هي ممكن تثير الجمهور، او ان اي حركه اي شيء تعمله في مسرح الشارع لازم يكون قريب للناس، لا تتعالى على الجمهور، بالعكس احترمه كي يعني يصل خطاب العرض. ولا حتى عمليه تحديد مكان العرض، لديكم في عمان ما شاء الله تراب غني كبير، مثل ما شاهدنا في الافتتاح هذه الرقصه اللي اسمها، طبعا هناك اشاره الرقصه اللي يعني الشعبيه، الفنون الشعبيه، يمكن بكل بساطه وسهوله استخدام واستثمار هذا التراث العماني في عروض مسرح الشارع، كأن يكون مقدمه وتمهيد لدخول الجمهور. وبالتالي عندما تريد ان تقدم هذه النوع من العروض ممكن استثمار هذا التراث بشكل او باخر، لكن هو قريب من الناس. عموما نحن في العالم العربي لا يوجد كتاب مختصين، وهذا طبعا نعاني منها كثيرا، انه لا يوجد كتاب مسرحيون متخصصون يكتبون المسرح الشارع لعده اسباب. اولا وارجع اقول لا يحقق الشهره لمن يكتب، هذا الجانب، لا يحقق الحضور في المهرجانات، اتحدث بصراحه تامه. ثالثا لانه المواضيع المطروحه ينبغي ان تكون انيه اليوم، يعني اليوم انا مثلا عندي عرض اليوم اتحدث، احنا عندنا نقص في الكهرباء في العرب مثلا، اليوم عندما انا اتي بهذا العرض واتحدث عن نقص الكهرباء وهذا لن اجد تفاعلا مثلا هنا، اذا العرض لن يحقق. فبالتالي عليك ان تاخذ موضوع يهم الناس اليوم، نقص الوظائف، البطاله، كل المشاكل بامكانك من خلال عروض مسرح الشارع ان توعي الناس، ان تثقف الناس بامكانك، لا بل انك بامكانك من خلال عروض مسرح الشارع ان تعمل جانب ترويجي لاي مشروع تجاري، بدل انه يذهب الشباب ويعملون هاي الكوبلات على الفيديو واليوتيوب وينزلوها، ممكن انا اتفق مع اي مشروع تجاري اقول له هذه دراسه جدوى واقدم لك عرضا مسرحيا في المول في اي مكان اخر، واروج للمشروع التجاري حتى اخذ ممكن فلوس منه، يعني من صاحب المشروع، فهو ايضا جانب رزق. اللي مسافر لدول اوروبا وامريكا تجدون كثير في هذه الساحات من يحصل على المال، من يستخدم الاله، من يستخدم حركه معينه. جميع هذه الفنون التي تشاهدون او شاهدتوها في ساحه جامع الفناء في مراكش مثلا، او هذه تسمى عموما المغاربه اصدقائنا يسموها فنون الفرجه، كمختصين نسميها فنون الشارع عموما، هي تدخل ايضا، لكن عرض مسرح شارع يختلف، لكن هي ايضا بها شكل درامي، والباحثين افاضوا واستفاضوا في يعني البحث في هذا الجانب، وحتى هي كانت حركات لتاصيل المسرح العربي ولم تنجح، لكن لو عدنا بها من شق ثاني اخر سنجدها ايضا تدعو وتدعم هذا الجانب. طبعا انا اسف جدا على طاله، وربما هو موضوع يعني يحتاج الكثير او وقت اكبر. ان شاء الله اتمنى قدمنا شيء لاصدقائنا واساتذتنا الاعزاء، وانا اسف جدا على طاله. شكرا. شكرا للدكتور، شكرا على ما طرحته وقدمته. انتقل الان الى الاستاذه رنا عبد القوي. الاستاذه رنا عبد القوي هي ناقده مسرحيه مصريه، باحثه ايضا مسرحيه، حاصله على درجه الماجستير، وحاليا تقوم باعداد رساله الدكتوراه، وهي عضو لجان المشاهدات والتحكيم للعديد من المهرجانات كمهرجان المسرح التجريبي ومهرجان شرم الشيخ الدولي، وهو عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري. أترك الكلمة لك يا أستاذة رنا. اختصار تجاري. مش عايزة طبعا الموضوع فعلا زي ما قلت بشار ياخد وقت طويل، لكن نصيحتي أولا أشكر إدارة ورئاسة المهرجان مهرجان الدان على استضافتي وعلى دعوتي لهذا الحدث الثقافي إلهام. والحقيقة يمكن احنا الأيام دي شفنا مجموعة متنوعة من العروض وثلاث مسابقات في مهرجان واحد، حاجة رائعة، حاجة يعني تستحق الحقيقة، تستحق يعني الاحتفاء. وإذا اتكلمنا عن مسرح الشارع خلينا نتكلم الأول على إنه المجتمعات العربية بتعترف بنسبة قد إيه بأهمية ودور المسرح بشكل عام لحتى يطلع المسرح للشارع. هل المسرح هو نشاط ربحي ولا هو نشاط
خدمي. إذا وصلنا لإجابة على هذا التساؤل هنقدر نفهم هو مفهوم مسرح الشارع وأهمية مسرح الشارع ووجوده وتحققه على أرض الواقع موجودة بنسبة قد إيه، محققة بنسبة قد إيه أو لا. ولكن الحقيقة زي ما الدكتور بشار ما أشار وقال إنه فنان الشارع، فنان مسرح الشارع لا ينال الشهرة وحاجات كتيرة جدا بتنقص مسرح الشارع، منها إنه مسرح الشارع هو فن غير ربحي، هو نوع من المسرح الغير ربحي لأنه لا يعتمد على شباك التذاكر اللي بينعم به المسارح الغرفة، مسرح العلبة الإيطالي، المسارح النوعيات والعروض التقليدية يعني. فالمسرح الشارع بنلاقيه دايما غالبا في المجتمعات اللي بتعتقد ان المسرح نشاط هو ربحي وليس خدمي، المسرح مظلوم، نوعيه من المسارح او من النشاطات المسرحيه المظلومه. خلينا نقول برضو انه بعض المحاولات الحقيقه يمكن عندنا في المجتمعات العربيه لتحقق مسرح الشارع اللي ممكن يكون اتواجد في مهرجان السنه اللي فاتت في دورة 10 من المهرجان القومي للمسرح المصري، ودي كانت محاوله تخلي في وجود لمسرح الشارع نظرا لرغبتنا كمسرحيين شباب بانه لازم يكون في مسرح شارع. تلبيه لرغبتنا دي كان في محور هو محور مسرح الشارع واللي اتعرض فيه عروض واللي قدرنا يعني نقدم فيه عروض من العراق ومن كردستان زي العروض اللي قال عليها الدكتور بشار، ولاقوا في شارع المعز هو شارع من اقدم الشوارع ومن اعرقها في القاهره. ولكن مع المحاولات دي حقيقي برضو بنكتشف انه الاقبال الجماهيري المتعمد الغير الناتج عن غير الصدفة هو الحقيقة إقبال محدود، يعني جمهور الشارع اللي بيبقى بالصدفة بيمر في الشارع اللي فيه عرض مسرحي دلوقتي هو جمهور صدفة، ولكن ما فيش مساعي من جمهور متعمد لحضور مسرح الشارع، لأنه دايما يمكن الثقافات العربية تدفع أنه المسرح هو داخل العلبة الإيطالية، هو داخل دور العرض التقليدية، هو بيتم قطع تذاكر لحضوره مسبقا، ولكن نوعية مسرح الشارع دائما جمهورها جمهور صدفة. طيب ده بيسوقنا لنقطة تانية مهمة جدا، وهي انه ايه التحديات وايه هي الصعوبات اللي بتواجه مسرح الشارع وبتواجه تحقيقه بدقة بروفيشنال بنجاح، يعني اللي بتخلي في صعوبة لإنجاح محاولة مسرحية في الشارع. يمكن برضو ده هتكون اجابته انه اولا فن مسرح الشارع بيحتاج حماية اولا من جمهوره ومن متلقيه ومن المجتمع قبل يعني حمايه مدنيه قبل الحمايه المؤسسيه، يعني هو مسرح بيحمي الجمهور اولا، اذا حماه واذا دافع عنه واذا حضره واحترمه بيستمر، اذا ما عندهوش ثقافه تلقي هذا الفن ما بينجحش وما بيستمرش. فهو اولا تنعيه وتثقيف المجتمع وافراد المجتمع على تلقي فن الشارع مش موجود علشان يتحقق وجود نصوص وعروض مسرح شارع على ارض الواقع بنجاح. ثانيا مفيش يمكن هو مسرح من يعني نوعيه مسرح من اقل نوعيات الفنون اللي بتحظى بحمايه مؤسسيه لانه بيشكل خطر على الشوارع وعلى الحيز اللي بتعرض فيه، لانه ازاي هنتحكم امنيا في مساحه ما زي شارع مفتوح، ازاي هنتحكم امنيا في انه ما يحصلش نوع من الفوضى، نوع من الهجوم ممكن على المؤذين، من التعرض ليهم، من يعني كل الفوضى اللي ممكن تحصل لمسرحيه في الشارع. هو في صعوبه في السيطره عليها الحقيقه. فدي يمكن من التحديات اللي بتواجه مسرح الشارع اللي بتعوق استمراره ونجاحه كتجربه. وانا يمكن هنا بقى أشير لتجربة إلى الآن ما طلعتش في مصر، وهي تجربة الفنان إسلام سعيد، وهو الحقيقة مخرج مسرحي شاب وحاصل على جائزة الدولة للإبداع ودرس في أكاديمية الفنون بروما عن مشروع قدمه لمسرح الشارع. ومع ذلك لما رجع مصر محاولاته لتحقيق نص وعرض مسرحي في الشارع
لسه لحد النهارده ما نجحتش نظرا برضه زي ما بقول التحديات والصعوبات. هو كيفيه تامين اماكن مناسبه لعرض في الشارع، هو ازاي هنتحكم وهنسيطر على المترقين في الشارع، وازاي هنامن هذه المساحه، ولان مسرح الشارع بيستهدف الجمهور مش الجمهور هو اللي بيستهدفه، لان هو اللي بيروح له زي ما الدكتور بشار اشار مش الجمهور اللي بيروح له، فهو اساسا ممكن يكون العرض عرض الشارع هيتعرض ليلتين في مساحه ما، هيتعرض ليلتين في مساحه ثانيه، هو اللي هيتنقل وهو هيتحرك. فبالتالي هو تكنيشن، هو تكنيكه لازم يكون من المرونه ومن اليسر انه يتنقل من مساحه لمساحه، من فضاء لفضاء، سواء قطعه ديكور، سواء اجهزه اضاءه، اجهزه صوت، فهو لازم يكون عنده المرونه دي. بجانب انه لازم يبقى فيه توعيه لسكان منطقه ما ان في عرض مسرحي هيقدم ليهم مساله وقضيه تخصهم، تخص واقعهم وحاضرهم وبتمسهم، قضيه انيه ملحه تجذبهم بالفعل. فيمكن هي التحديات اللي بتواجه مسرح الشارع تحديات كتير نتكلم عنها كتير، ولكن انا يمكن قلت ابرزها وقلت تجربه انا قريبه منها باعتباري يعني ناقده مسرحيه متابعه لكل انواع المسرح المقدمه في مصر وفي العالم العربي ومن خلال المهرجانات الدوليه اللي بتقام في مصر كمان. فان تجربه الشارع عندنا الحقيقه لحد النهارده ما حظتش يمكن بنفس او ما حققتش نفس الخطوات اللي حققها في يمكن العراق عند الدكتور بشار. في العراق هناك 3 مهرجانات لمسرح الشارع فقط، لانه ده معناه ان في انتاج مسرح شارع، معناه ان في فنانين مسرح شارع مستمرين، في استمراريه، في تراكم، فيبقى في تاريخ لفن الشارع. اما يمكن احنا تجربتنا في مسرح الشارع يعني مش ما حققتش تراكم واستمراريه، حتى انه في مهرجان الوان لفنون الشارع سنه 2013. هذا المهرجان هو احد اهم المهرجانات اللي طلع دوره واحده وما حصلش تاني، كان اسمه مهرجان الوان لفنون الشارع في منطقه السيده زينب. واللي يعرف مصر والجزائر المصري يعرف قد ايه هي منطقه مكتظه بالسكان، منطقه شعبيه، وكان في الحديقه الثقافيه بالسيده زينب وبجوارها فضاءات تانية بيقام فيها كل ليله احتفال او احتفالين، عرض او عرضين لفنون الشارع من كافه الفرق اللي ممكن تكون بتستعمل الالات الموسيقيه الغير تقليديه زي العلب والحديد والاجهزه المصنعه يدويا، او ان هم بيغنوا في الشارع، او فرق بتجسد نص صغير في الشارع. وكان الامن محتاس ازاي يامن هذه الفعاليه، ومن عند اسم السيده زينب لحد الحديقه الثقافيه كان ماشي معانا مجموعه من الامن يعني والشرطه المصريه اللي يامنوا الحدث. والتجربه دي اثبتت حقيقي انه دور المتلقي هنا مهم جدا، لان هو مشارك وبجانب ان هو متلقي، هو اما ينجح التجربه او يفشلها. فمسرح الشارع محتاج على قدر تحديات وصعوبات، ومحتاج محاولات لسنين طويله، محتاج ثوابت، محتاج نضع معايير لتحقيقه وتحقيقه بنجاح علشان تنجح التجارب ويحقق الاستمرار والتراكم اللي يخلي عنده تاريخ زي كل شعوب العالم. زي ما انه في كرنفالات في الشارع في كل دول العالم الغربي والاوروبي، وكرنفالات الناس بتمشي وراها بتحتفل وهي مبسوطه وتبتهج، وهي الجمهور هو اللي بيامن الحدث دون تدخل اي حد. فيعني ان شاء الله يمكن بالتجربه كده احنا برضو نحظى بنفس، في العالم العربي نحظى بنفس النتيجه ان شاء الله، نقول ان احنا قادرين نعمل كرنفالات في الشارع ومسيرات واحتفالات وعروض مسرحيه وغنى زينا زي اوروبا وزي العالم. شكرا. انا اسف على الاطاله. بس هناك في مداخله من الدكتور بشار. طبعا انا اسف يعني، بس اجد انه ضروره التنبيه انه انا اشكر جدا يعني صديقتي العزيزه الناقده رنا وهذه المداخله وهذا الاضافه. في مصر بحكم بحثي الكامل قبل الفنان اسلام سعيد. سعيد. هناك فرقة عريقة جدا في مصر تسمى فرقة مسرح السويس لمسرح الشارع. أسست هذه الفرقة عام 1996 واشتركت في كثير من المهرجانات داخل وخارج مصر،
وبأساس الفنان محمد الجناني. هذه الفرقة حصدت العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، كان أبرزها الجائزة الأولى في مهرجان درب الدخان الدولي لمسرح الشارع بدورته الخامسة عام 2013 في العراق 14 عفوا، وايضا حصلت على مؤخرا على الجائزة الثانية في مهرجان بغداد الدولي لمسرح الشارع. هذه الفرقة مهمة جدا، وايضا هناك فرقة حالة لكن في الاسكندرية، لكن هذه الفرقة قد تم حلها يعني ما اعرف تم، لكن هي فرقة مهمة. وانا ايضا في كتابي استعرضت لاحد عروضها، فرقة هم من الهواة لكن يكتبون نص مسرح شارع بانتظام، واجدها هي تجربة راكزة ومهمة في عموم العالم العربي. لا ننكر دور المغرب العربي والمهرجانات التي تقام في المملكة المغربية، الكثير من المهرجانات في مسرح الشارع تقام هناك، وهذا جانب أنا شخصيا متفائل. ولدينا شبكة عربية للعاملين في فنون مسرح الشارع وفنون الشارع، يعني عربت المشروع عليه عرب المسرح إن شاء الله يتحقق في قابل الأيام أن يكون لدينا شبكة عربية كما يكون للباحثين العرب، ولدينا أيضا شبكة عربية للتواصل في هذا الجانب. شخصيا متفائل بهمة الشباب اليوم اللي شفناهم والباقين إن شاء الله. أنا آسف شكرا يعني لسماحي لهذا الملاحظ. ولكن لضيق الوقت انا اعتذر، انا اجد ان هناك مداخلات يعني راح يفتح المجال بس باختصار. تفضل. طيب هاتك عشان بصوره سريعه. انا لفت نظري طبعا، انا بشكر استاذ رنا والدكتور بشار، لفت نظري نقطة في غاية الأهمية بأنك دكتور بشار قلت أن مسرح الشارع لا يدرس في أي مكان. ألم تسأل لماذا؟ بسبب بسيط، أن مسرح الشارع حتى الآن لم تجد له تعريفا جامعا محددا، مهما وضعت له التعريف سيحيلك إلى أشياء أخرى. على سبيل المثال الخاوي مسرح شارع، البيانولا مسرح شارع. أنت حددت شيء إن حدث يحدث وبدون جمهور والجمهور يتجمع. أنا وأنا طفل كنا بنتجمع على الحاوي ويقدم لك التمثيل ويقدم لك أشياء. هنا النقطة، هنا فكرة بقى، لابد من مسرح الشارع يقنن في تعريفه، ولابد أن يأتي بجديد لا وجود له ولا شبيه. وسأضرب لك مثلا واحدا حتى الآن، هنقول الأرجوز والأستاذ ناصر سالم عنده الفرقة وبيجمع، نعم، بس الأرجوز برضه كان موجود. الحالة الوحيدة اللي أنا يعني أنظر لها وأتراقبها محمد قطامش في مصر، وهو مسرح الحالتية، ده الوحيد اللي استطاع. نعم، أنا أقصده إيه؟ إن هذا الرجل ابتكر شيئاً لا شبيه له. هنا مشكلة مسرح الشارع إنه شبيه بأشياء أخرى، بس هي دي بس. حل المشكلة دي كل شيء يتحل. مساءكم مسرح، مساء الخير. شكرا دكتور بشار وشكرا دكتور رنا على بعض المعلومات الراقية اللي قدرنا نفهمها ونحصل إيش هو مسرح الشارع. في نقطة أثرتوها قلتوا إن ممثل مسرح الشارع مش مشهور او ما يدور في الشهره. لا هو قصد المسرح الشارع لين لا يحقق الشهره، لا يحقق الشهره ما بيدليل من طيب الفنانين. اذا احنا عكسنا، نعم، وجبنا للشارع نجم من نجوم او فنان لا باعه ولا مكانته ان يقدم مسرحيه الشارع هنا، هل يستطيع ان نقدر نرتقي بمسمى المسرح الشارع الى الاجمل والاحلى ونوصل الرساله اللي انتم الان بداتوها وراح توصلوها مع الايام ضمن المهرجانات اللي تقدمت القادم، انه توصل المسرح الشارع الى مكانته الصحيحه مثل ما وصل المسارح الكبيره الى المسرح الكبار. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، شكرا شكرا أستاذة شمسة. طبعا مثل ما أسلفت الأستاذ، المعروف عن مسرح الشارع أنه غير ربحي، فهل يا ترى يعني المشاهير
الشرط اللي هم الأستاذ بيتكرم أو بينزل إلى ما نقول يعني على أساس أنه يتواضع أنه يقدم هذه العروض بلا مقابل، خاصة في الوقت الحالي نرى أن أصبح الناس مشاهير ويتقاضوا رواتب عالية أو مقابل مادي كبير. شكرا. سيجيب على التساؤلات الدكتور رشاد. طبعا شكرا جزيلا لهذا النقاش، اكيد هو اي حوار شيء جديد وربما شيء يثير النقاش، وهذا اكيد يحسب للجلسه وللمهرجان. سادخل مباشره في ثلاث دقائق ان شاء الله. بالنسبه للاجابه على دكتور سيد علي اسماعيل السابق الكبير في المسرح العربي، شخصيا انه اجد عندما نختلف على في قضيه ما تخص البحث العلمي، اليوم سوف هذا الموضوع الناقد تحدث موضوع البحث العلمي، حينما نختلف في موضوع البحث العلمي نرجع للمصدر للمصادر. جميع ما درسناه من مسرح هو مترجم، لم ندرس المسرح بلغته الاصليه بمصادره كلها. حتى هناك كتابين قبل هذا اسمه مسرح الشارع والمسارح المفتوحه، زار القاهره بين ميسون اللي هو البريطاني صاحب فرقه مسرحيه في بريطانيا، اوجد كل هذه المراجع تتحدث عن بريطانيا. اليوم احنا جميع ما درسناه من علوم من ابحاث مسرحيه هي مترجمه، بالتالي انا ملزم ارجع علما للمصدر، ارجع الى تعريف اسم المصطلح ستريت فيدر، خلاص انا ارجع على ذاك وحل كل الاشكال. هذا من جانب البحث العلمي. جانب الحالات الشعبيه والفنون الفرجه، شخصيا سميتها فنون الشارع، لها بعد مهرجان في بيروت وقيمت 11 دوره منه، يسمى مهرجان بيروت لفن الشارع وليس لمسرح الشارع. وهذه قضية يعني مختلفة تماما، لكن هي تبوب ممكن. ثالثا موضوع تعريف، وجدت ست تعريف عرفت هذا المسرح على ضمن حالتهم الغربية والآخر، يعني لكي لا نصي الآخر، ضمن بيئة الآخر، ضمن البيئة العربية وجدته هكذا، انه وايضا ممكن قريب جدا ويصلح، وايضا ربما ياتي باحث يفند هذا، لكن نرمي الببرة موضوع انه يدرس مسرح الشارع ضمن المقررات. هذا جانب مهم، انه يعني طبعا مو موضوع الاختلاف، هذا ليس سبب، وانما سبب اخر انه الجهل، يعني هو هناك مقررات تنزل من الوزارة تدرسونها من تقنيات اخراج تمثيل نقد كذا، من يضع هذه الخطة ملزمين حتى فيها في الدراسات العليا صح، الا في عموم ربما هناك مقررات اختيارية كما قال الدكتورة كاملة البارحة في قسم الفنون المسرحية جامعة سلطان قابوس، يعني تختلف من ربما يختارون مقرر اختياري، فأنا أتحدث عن مقررات تنزل تابو من الفستو من الوزارة تدرس كذا وكذا وكذا. هذا الجانب. فيما يخص موضوع الحالات، يعني موجودة كلها مبوبة في هذا الكتاب، جميع هذه الفنون العربية بوبناها. السؤال ست، موضوع أنه ينزل نجم أدلوم، عندما تدخل نجم يعني معروف لكي يعني تنجح هذا العرض سيقع عندك العرض، لماذا؟ لأن هذا النجم معروف هناك مسافة، فعليك أن تجلب من الهوات من الشباب الغير معروفين الذين يقدمون. لكن ممكن حل هذه القضية بأن تلبس كل فرقة مسرحية زي مسرحي معين وأنا أعطيتها للشباب لكي يتم تمييزهم عن الموجودين في الشارع وتحل القضية. موضوع الأمنيات، عندما تقدم كل سنة ريبورتوار مسرحي في كل سنة، أنا في مروان الإيرانية كنت حضرت الدورة 11 في مهرجان مروان الدولي مسرح الشارع، الدورة 11 معناه أن الدورة الأولى اللي كان عمره 3 سنوات أصبح في الدورة 11 عمره 16 سنة، بالتالي هناك درجة وتدريب على تلقي مسرح الشارع. عندما ربما اليوم الدن الثالث في الدورة 20 أنا يعني أذكر وعقلوها برقبتي، ستجدون جمهورا كبيرا عندما تقدمون في الشوارع وسيتفاعل معكم، بل سينتظركم وأولهم الأطفال. فهذا يعني أنا آسف جدا على الإطالة، وهي سنة مشتركة وشكرا جزيلا. في نهاية الحديث أنا أعتذر لعدم إتاحة الفرصة للمداخلات أكثر، لأن الوقت يداهمنا، لأن هنالك عرض لناشئ الشارقة. في الختام أشكر الدكتور بشار وأشكر الأستاذ رنا على ما قدموه في هذه الجلسة الحوارية، ونا نقول وداعا إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى في جلسات حوارية قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.